لي شوق يدفعني لأراهم. أربع قمصان نبغى ننشفهم، حلو، ياخذ من وقت تنشيفهم 20 دقيقة كلهم. يلا حيو عسل عسل، أو يلا ويلي وصل، يلا حيو ويلي. المرة هذا التحدي مختلف، تحديات من أبها بيري وويلي يودع لكم. ويلي بيري قلبي، هلو بيري وويلي شوق يدفعني لأراهم، فهم ذكرى لا أنساهم. يا بيري يا ويلي يا بيري يا ويلي، هل أنت قد التحدي؟ نعم 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 نعم، يلا ورنا شكسر راسك، الوعد هنا في أبها. يا يا بيري يا ويلي، خلاص انت فليت، انت يا اخي دخلنا جو. انت ما صدقت ثاني تشوف كاميرا وتنشد من زمان واجواء حلوه كذا، اجواء حلوه تجنن والله. شيء خوف شهر، شيء فاخر من اخر. خلوكم ويانا مشاهدين الكرام. بني ها، ما انت ملاحظ حاجه؟ انه وريهم 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 الحفر اللي هنا. اه وريهم وريهم الابيار اللي فتحتها في راسك. انا غلبتك اكثر عدد من العالم. اذا خلوكم معنا مشاهدين الكرام، تحديات من أبها. تحديدا من ايش؟ الجو يجنن، من السودة. يا سلام، شغل تحدى. اقول هلا، ترى كثرت كلام. واضح بري ويلي، روح بري ويلي. التحدي الاول جايب لك واحد، جايب لك واحد محترف رجال 50 سنة لاعب ظهير ايسر. انا جايب لك واحد شكله مثقف وفنان وقارئ كتب من الدرجة الاولى. قارئ كتب؟ لا قارئ كتب. انا جايب قارئ. قارئ ايش؟ قارئ قران. قران، قارئ قران. نتعرف عليهم. حلو، يلا كابتن فيصل عسيري. الله ونعم ونعم. والله انا متفائل فيك كثيرا، لكن شوف لو ما ضبطت ترى الغداء عليك. والله ابشر بس، ابشرك انا ضمنت الغداء، فايز مهزوم. طيب يلا. التحدي يقول، يقول التحدي ثلاثة. ركز. ثلاثة عبروا الجسر، تمام؟ واحد من الثلاثة ذولي شاف الجسر ومشى فوق الجسر. حلو، تمام. الثاني والله مو مركز مرة، أنا قاعد أشوف الجسر. هذا دخل داخل الجسر. الثاني شاف الجسر لكن ما مشى على الجسر. الثالث وين راح؟ أنت معي؟ وين راح الثاني؟ فكر. الثالث إيه، لا شاف ولا مشى، ولا مشى. منهم الثلاثة ذولي؟ الله يعطيهم السلامة. أول ما شاف الجسر ومشى. أيوة. الثاني ما شاف شاف الجسر وما مشى. وما مشى. والثالث لا شاف ولا مشى. حلو. والله يا صاحبي النمو. نقربها نقربها. 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 الأول شاف الجسر، يعني ناظر الجسر ومشى برجوله. يعني أنت كذا قربتها. الله يوفقك. ما قلناها يعني. الأول تراها حرمة، حرمة. الله أكبر، الله أكبر. الجو الحلو هذا ولا كلمة. ها دقيقة مشغول مشغول. أعد السؤال، أعد السؤال. لا لا أيوة أعد. حلو كذا، حلوين كذا، نظامك أعد. الله يزيد. الأولى اللي شافته ومشت من هي الحرمة. الحرمة أيوة. طيب الثالث اللي ما شاف ولا مش اللي هو في بطنها حبيب قلبي. الثاني انطق ارحم امك انطق. اللي هو ما الله عليك، كيف الله عليك، كيف الله عليك. هذا ادها الجواب قام اللي واللي وش باقي واللي. لا لا والله انه اول كلمه قالها المره حامل. سلام الله الله. اول كلمه قالها الله. والله لو في تيه الجلسة انه ما قالها بري ويلي. والله ما عندك احد. اقول تبغى صراحة ما عندك احد، يعني انت كفريق، لكن الرجال والله ونعم. لا لا السؤال ما، والله ما شرحت. اي ما شرحت. اوه لا هذا ما شرحناه. اشرح يا رجال، انا ما فهمت ايش تبغى. ولا انت تبغى؟ لا كذا كثير بس بصراحة. والله يا وليد، من يوم ما شفت مركز في الارض قلت هذا حيجيب اللي مشى واللي ما مشى واللي يمكن يمشي.
والله يعطيك العافيه. شكرا. لا لا اجواء عمرك والله ما يحتاج عاد شوبتكم. خلاص الله يبارك من المنطقه هنا ولا جاي من اكثر من منطقه؟ الله. وش غداكم اليوم؟ كبسه. ونعم وليد كبسه. انت روح كمل لقاءات وانا ابغى الشباب في الموضوع. والله الريحه طيبه يعني. الريحه طيبه. بالعافيه. مرحبا. بالعافيه. انا سبقناكم. ويلي التحدي الثاني وان شاء الله تاكل على دماغك. يلا بسم الله. ويلي بيري. هذا التحدي في الجيب. في الجيب مو في الجيب. وهذا التحدي في الجمش. لا 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 لا. شوف كذا نظامك. كذا نظامك. طيب عدنا لكم مع التحديات ونتعرف على فريقي فريق الاشاوس والاسود اللي راح يكسروا الحجار. فيصل عمر. والله نعم. سعيد لكوبي. والله نعم. نتعرف على فريق اللي راح يكسر اللي كسروا الجبل. ايوه صالح لكوبي. نعم عبد الرحمن لكوبي. نعم ما شاء الله ما شاء الله. لا 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 في ايه؟ اي تفضل. في ايه؟ تفضل بارك. في ايش انت انت متوتر ولسه الباقي الشباب ما بدأوا؟ اقول والله انت اللي متوتر على حافة الهاوية. شوف. نعم. اقول لك شيء؟ احنا ضد الكسر. روح. حتشوف الان. اللعبة. اللعبة سهلة جدا. حنطلب موضوع معين، نبغاك ترسم شيء له علاقة بهذا الموضوع المعين. مثلاً. مثلاً قلنا شيء في المطبخ. حلو. إيش ترسم؟ أنا حاجة لها علاقة بالمطبخ. أيوة. براد. أيوة. بس أسرع شيء. هذا رسم الخدام انتبه. رسم البراد ما شاء الله تبارك الله. الحبيب حق ذكريات ما شاء الله تبارك الله. انت انت متاكد ان هذا براد؟ هذا فار والله انه فار مو براد ذا. انت متاكد ان هذا براد؟ طيب من بدايتها اتوقع ان امورنا طيبه. له علاقه بالمطبخ. اتوقع ان فريقنا امور طيبه. هذا براد؟ حلو. هذا براد مشهب يا حبيبي. الله عليك. طيب دقيقه. انت عندك فريق ما عندك فريق ثاني؟ لا بس شوف يا حبيبي اللي جاك دحين عبقور. دقيقه. هذا عبقور. شوف راسم الاذاني. خلينا نتفق على حاجه قبل ما نبدا. انه في واحد حكم. لا 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 هم كلهم أمه ولكم. أنا ما أثق فيك. أنا ما أصدقك أساساً. إذا واحد من الشباب ذول يحكم. متفقين؟ ما تبغى مين؟ نبغى اثنين عشان يفصلوا في اثنين. الموضوع. اثنين خلاص. يمكن ذولا أعداء لذولا ولا ذولا أعداء. يلا إذا أي شيء له علاقة بالمطبخ بالله إيش رأيكم؟ إيش؟ بالله إيش رأيكم؟ إيش إيش؟ ها هذا قدر. هذا اللي عندك. هذا قدر بالله وش افضل ها ورا اللجنه القدر واحد مقابل لا شيء. اقول هذه بروفا. هذه بروفا. ايه بروفا والله. لا عصا ودنيا وكاراتيه. اقول دام هذه بدايتها. ايه برفر ليه ما تدخ. ايوه شوف انت حبه 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 حبه. يلا كابتن انت حاول تكبر الشاشه. ايه الرسمه صغيره كبرها بس. طيب مره انت مره هو. لا خذ الورق كامل معاك. كل رسمه في ورقه. كل رسمة في ورقة. ابدأ. الموضوع هو. الموضوع هو شيء له علاقة. له علاقة بإيش يا وليد؟ عشان أشوف فريقه. شيء له علاقة بورشة السيارات. يلا ورشة ساعدك. سيارات كبيرة. شيء له علاقة بالورشة. اي يلا اي شيء له علاقة. يلا روح. وانا مفكر. ما شاء الله حلو. يا سلام يا سلام يا سلام. الله لا يا سلام. حلو كمل. يا سلام حلو. الله كمل. حلو. الله الله حط بس. حط شبابيك. الله شباك واحد. يا سلام يعني سياره اودي هذه. لا لا هذا حلو. حط له لمبات قدام كمان. يا سلام. اي خلاص هذا الريوس. خلاص حط له اريال بس. الله الله. واحد اثنين حلو. ثلاثة حلو. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الله ورون ايش هذا؟ دقيقة في لجنة تحكيم ايش دخلت؟ الحمد لله الحمد لله يا ربي لك الحمد. الله والله توقعت انه سرير اسعاف. والله طقطقتنا على بعض يضعف موقفنا يا اخي. موقفنا ضعيف خلقه. وري اللجنة وري اللجنة. يلا اللجنة ها. دقيقة. أول شيء أبغى أعرف اللجنة إيش هو. قولوا ليش مفك. حلو سرير موتى. يقول سرير موتى مفك. طيب. ها والله. طيب حلو. ها قال سرير موتى. هذه الأولى. يلا الثانية. الثانية أتوقع. الله الله الله. ها بالله إيش هذا؟ هذه سيارة.
سيارة. السلام عليكم. هاي اللجنة. ها اللجنة. هذا اريال. بالله وش عمل؟ من جد؟ ما حد لكم كلمة. لا ذي ولا ذي. تعادل. لا وليد. يا اخي ليش ما قال؟ ما شوف تضغطهم والله كسرك بحجارة. والله ما ضغط أحد. اللجنة. ها. حلو يعني تعادل. الحمد لله لا عمركم تعيدوا هذه يا شباب. شوف احنا شغل ما نغير اللعبه نغير اللجنه. لا 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 قالوا سرير موتى وهذا سياره. اتحداك يشغلوا هذه هذا ذم ذم فاك ذا ها ذم انا مبخره هذا بخور هذا الله ما ادري غير شيء يلا له علاقه انا روح شيء له علاقه بالصحراء. الله الله شوف اللجنة والله واضح ان اللجنة تقدم معونة يا اخي معونة وين يا هيئة الإغاثة شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله له علاقة بالصحراء الله دحين دقيقة يا سلام انا مهلك حلو يا سلام يا سلام حلو الا صح رجل اللي ورا واحد اثنين كم الرسم ثلاثة أربعة ستة وليد سبعة ثمانية تسعة والله إنك خطير والله إنه خطير يا ولدي جبا يرحم والديك جبا خلينا نشوفه اي والله ورا اللي عندك وليد يا وليد لا اقول وليد الصراحه وليد كنسل لا ها يا ليت والله يا ليت طيب ها يلا ها يلا خلا وري يلا وري الثاني شوف هذا التحكيم نرجع للجنة ها يمين احسن مين يمين احسن دقيقه على ضهرك قدام اللجنة ها الحين ها يا لجنة ها مين فريقنا يا والله ما تلقونا في اي مزايا ناقه والله على قولته ناقه مسويه تكميم لا حاشي طيب حاشي مصدوم ذا النتيجه واحد مقابل لا شيء يا سلام يلا باقي الاولى تجربه والثانيه تعادل يلا يا ابوي انت ايوه المطبخ الاشوى احلى يلا شيء له علاقة شيء له علاقة بالجوال شيء له علاقة حلو يلا شيء له علاقة بالجوال يلا اول قاعد يصعبوا على نفسهم دقيقة خلهم لو ما فزنا الآن حصير كلام انتهت اللعبة يلا بس توكلنا على الله نوقف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يلا توكلنا على الله أيقونة السناب شات الله على الفن احرجكم صح خلاص احرجكم مره شوف لا السناب ما يطلع لا النقاط ما تطلع والله انه صاروخ طالع فوق لا النقاط في السناب ما تطلع ها هذا اللوجو حق الايقونه حق السناب طيب. الحمد لله كذا ضمن الثانيه حق فريقنا عباره عن سكريم ابو هديه جوال ايفون ها هذا جلكس زر الباور هاي زر الباور ايوه وحق الصوت وين نعطيها اللجنة؟ نعطيها اللجنة؟ يلا اللجنة؟ مين؟ ها؟ الله روح انت ورسمتك روح اطلع من حياتي سر يلا طبعا للمعلومية ها؟ النتيجة 1-1 انا موافق يا سلام لكن هذه ما لها علاقة بالجوال هذه هي الجوال
نجيبها بالصميم. لا هذا هذا جاب شيء من الجوال. المفروض تجيب اي حاجه لها علاقه بالجوال. بيض الله وجهك والله. ايوه شبت الفريق النقطه الاخيره. احنا فريقنا ما شاء الله ديزل. احنا نسخن النقطه الاخيره. النقطه الاخيره النقطه الاخيره. شيء له علاقه شيء له عندي عندك عندي شيء له علاقه بابها ما يبيها شيء له علاقه بابها شيء له علاقه بابها اي شيء يلا صور اي شيء اي شيء الدنيا كلها اي شيء ايوه شوف قاعد اقول يلا لا اللجنه قاعده تعطي اقتراحات تعطي اقتراحات غيوم سحاب مطر شجر ايوه روح روح شلونك طيب؟ ايه ما مالك شغل خليك في فريقك خليك في فريقك خليك في فريقك طال عمرك خلو بس عدي عشان نكمل ها ابراهيم يا اخي متى اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره بس يلا انتهى الوقت انتهى الوقت الله امام الكاميرا الله 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 على الخيال الله على الخيال الله شجره خيمه مسجد ونار وسحاب وشمس ايش رايكم بالله في الخيال؟ دقيقة ايش رايكم؟ لحظة خلينا نعرض الثانية. تفضل بارك الله فيك. هذا طوق الفل اللي بيعوه في كل مكان في أبها. كل مكان في أبها. هذا طوق فل. تمام؟ ايش هذا؟ تعرضها للجنة؟ هذه مناقيش يا حبيبي. دقيقة خلينا نشوف اللي عندك. هذه الله عليك النقطة الأخيرة. انتهت. أخو دقيقة أخوان أنت أخوان؟ والله انا اعتزل طيب هذا اخوه هذا وشو ها هذا وشو هذا الثاني لا ما اعطانا نقاط ولا اعطانا نقاط النتيجه النهائيه شكرا يا شباب بيض الله وجهكم شكرا يا شباب لا زلت انا معترف ان فريقي فنانين تشكيليين اعلان النتيجه النهائيه الفريق الفائز فريق بيري ايوه ايوه الحمد لله نطق نطق الله نطقك بيري, بيري ولا بيري 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 كلمت الرجال واحده بيري ها كله ها ويني يا بيري وين وين العصا اللي معاه يعطيك العافيه لا لا بيري وويلي شوق يدفعني لأراهم أربعة قمصان نبغى ننشفهم حلو ياخذ من وقت تنشيفهم 20 دقيقة كلهم يلا حيو عسل عسل أو يلا ويلي وصل يلا حيو ويلي المرة هذا التحدي مختلف تحديات من أبها بيري وويلي يودعونكم